ساعات سعيد نظري يعني هذه النماذج المشرفة، الاختراعات الرائدة اللي يستفيد منها الإنسان عموما، العالم كله يستفيد منها، واللي أظهرتوه من خلال نوابغ العربي يجعلنا نتساءل. يعني عندنا الكثير، نحن كأمة لدينا الكثير من التفرد من أبناء هذه الأمة اللي بإمكانهم حقيقة أنهم يصيغوا حضارتهم العربية والإسلامية من جديد. ونتساءل اليوم، هل كنا بحاجة إلى جائزة كي نبرز كل هؤلاء؟ في الحقيقة باعتقادي أن كنا بأمس الحاجة لمثل هذه الجائزة. نحن خلال عام العمل على مبادرة نوابغ العرب التقينا بالعديد من العلماء والمفكرين على مستوى المنطقة، منهم اليوم من يعمل في جامعات عالمية ومعاهد عالمية. كثير منهم كان يتحدث عن أهمية التقدير وأهمية الاحتفاء وأهمية كذلك التمكين. لدينا العقول، لكن الأهم من البحث عنها واكتشافها هو تصميم البيئة المناسبة الممكنة لأصحاب هذه العقول. الأبحاث التي تحدث عنها البروفيسور فاضل، كيف نسهم في تطبيقها؟ كيف نصمم البيئة المناسبة التي تتبنى مثل هذه الأبحاث؟ فهذه الجائزة دورها مهم جدا، فهي تشمل موضوع الاكتشاف والبحث عن العقول، تشمل موضوع تقدير هذه العقول وتقديم كل الدعم المعنوي والمادي لهم، والأهم من هذا كله تقدم لهم فرصة بحيث تكون لديهم بصمة على مستوى المنطقة. سيتم تمويل مجموعة من مشاريعهم خلال الفترة القادمة، ممتاز. بحيث هذه البصمة تكون مؤثرة على هذه على يعني مستوى يعني المنطقة. اللي أفهمه أستاذ سعيد أن المسألة ليست فقط تكريم، ولكن هناك متابعة وتمويل بالضبط. للمشاريع القادمة. بالضبط، فنحن في كل عام هناك فائز عن كل فئة، وهذا الفائز سيعمل على مشروع على مستوى المنطقة، سيتم تخصيص وتمويل بقيمة مليون درهم عن كل فئة، بحيث يعمل على أبحاث ومشاريع على مستوى المنطقة. ممتاز. فدور هذه الجائزة شامل، دور هذه الجائزة أعتقد تغطي الحاجة وتغطي نعم. مجموعة من التحديات اللي كنا نعيشها على مستوى منطقتنا. نعم.